السلام عليكم شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ طبعا اجتني رسالة اكثر من مرة من شخص ما اعرف، اجنبي مغربي ما اعرف، نصاب هو ما ادري، قال انطيك مبلغ من المال وبس خلي اسوي اعلانات على الفيديو مالتك وانطيك فلوس على الفيزا كارد. اكو هيك شي لو نصاب هذا يعني. طبعا انا صار لي تقريبا باليوتيوب من 2012، 3 سنوات هيجي، في يعني مشاهدات هواي عندي واشتراكات هواي زين يعني، والتفاعل الحمد لله والشكر كل زين، بس يعني اريد اسأل هذا الشي صحيح مال الاعلانات لو كذي؟ وشكرا لكم جميعا.